بالفعل يا أحمد، كلام مظبوط. النادي الأهلي مش بس منشغل بالبطولات والانتصارات المختلفة في كل الألعاب، لا كمان بيشهد تطوير كبير وإنشاءات ضخمة لحد ما وصلنا دلوقتي لمشروع كبير وهو أهلي الأقصر، بالتعاون والشراكة مع شركة وطنية كبرى تسعى للنجاح من أول يوم. استثمارات ضخمة تشجعها بقوة الدولة المصرية بكل أجهزتها، وتشهد وزارة الشباب والرياضة في الفترة الأخيرة برامج ومشروعات كبرى في كافة المجالات. نجحنا يمكن قريب وبامتياز الحقيقة في استضافة بطولة العالم لكرة اليد. قدمنا للعالم الحقيقة منشآت ضخمة، بنية تحتية على أعلى مستوى، والحقيقة يمكن كانت صورة مصر تليق بعظمة وتاريخ مصر العظيم. الحقيقة كمان بيتواصل المشوار بمشروعات في مختلف المجالات وفي كل مكان في مصر، ويمكن ده النهج اللي بيسير عليه دكتور أشرف صبحي طبعا وزير الشباب والرياضة، واللي بيكون دايما حريص على ان هو يشارك النادي الأهلي في إنجازاته وفي ألقابه وبطولاته. كان موجود معانا في افتتاح ملعب الأهلي والسلام، كان موجود معانا كمان ومشرفنا في افتتاح نادي الأهلي فرع التجمع الخامس، والنهاردة موجود معانا عشان يكون شاهد على افتتاح إنجاز جديد نادي الأهلي الأقصر.